نلاحظ في زماننا هذا وعلى جميع المستويات أن حياة التذمر تتسع وتتزايد، ومع علمنا بأن القلب البشري لن يملأه شيء، كما يقول الفلاسفة الإنسان بئر من الرغبات، فالإنسان يتذمر دائما، ونجد أنفسنا في احتياج إلى كنز فضائل لكي نحيا، خاصة فضيلة الرضا. وأيضا نضع أمامنا قول مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة حينما قال: لا توجد ضيقة دائمة تستمر مدى الحياة، لذلك في كل تجربة تمر بك قل مسيرها تنتهي، سيأتي عليها وقت وتعبر فيه بسلام.